هذه الكنيسة وغيرها من كنائس فلسطين قد تتحول إلى متحف في يوم ما، والسبب هو الهجرة المستمرة للمسيحيين الفلسطينيين. ففي وطن المسيح الأم انخفضت نسبتهم إلى أقل من 1% حسب إحصائيات عام 2017، في وقت كانوا يشكلون نحو 20% قبل الاحتلال الإسرائيلي عام 48. ما يعانيه الفلسطينيون المسيحيون والمسلمون في جميع أنحاء الأراضي المحتلة عام 67 من إجراءات الاحتلال تدفع الكثيرين منهم للهجرة، لكن تأثيرها على الوجود المسيحي بصورة أكبر نظراً لانخفاض أعدادهم مقارنة بالمسلمين تاريخياً. هذا مؤشر يدق أجراس الخطر، وعلينا مراجعة جدية لهذا الموضوع. خطورة ذلك أنه يتحول الأراضي المقدسة والأماكن المقدسة إلى متاحف. عمرها ما كانت متاحف، كانت دائماً الوجود المسيحي حول الأماكن المقدسة وفي نفس أرض المسيح هي شهادة على إيمان المسيحي الذي بدأ من هنا وانطلق من هنا. في مدينة بيت جالا المجاورة لبيت لحم مهد المسيح، يعيش الفلسطيني المسيحي نخلي أبو عيد الذي هاجر 2 من أبنائه إلى أوروبا وأمريكا، ويفكر 3 المتبقون بالهجرة أيضا، حيث لم يعد للعائلة من متسع وضاق بهم الحال بعد أن هدمت سلطات الاحتلال الإسرائيلي منزلهم بحجة البناء دون تراخيص. ما حدش لا أشعرنا أنه هذا الحكي ممنوع ولا هذا الحكي محظور، لحتى ما وصلنا لرابع طابق وأكثر، ومرة واحدة الجرافات أجت في الليل، حتى مش في النهار، أجت في الليل وبدأت تهد فيهم. أنت لما بتحط يعني عرق جبينك ودم كلبك في هذا البنى في هذه الأرض، مرة واحدة في ساعتين بتلاقيها أصبحت يعني أطلال انتهت. هذا اقتلاع، مش بس اقتلاع على الأرض، اقتلاع على الإنسان من الأرض. لم تقف معاناة أبو عيد هنا، فهو ممنوع حتى من رؤية أرضه. ففي عام 2015 صدر الاحتلال منها دنومين ونصف الدنوم، وأقام الجدار الذي حاصر بيت جالا ذات الأغلبية المسيحية. كل العالم تهاجر لأنه فيش لهم مستقبل، شبابنا ما لهمش لا أرض ولا مستقبل ولا حياة هون. أنا أولادي يعني كل يوم أنا وياهم تقريبا مشكلة، بقول لك إحنا شو في البلد هذا، مش ما فيش لا حياة ولا فيه لا مستقبل. في بيت جالا يعيش اليوم 11,000 مسيحي، في وقت وصل عدد أبناء المدينة في أمريكا الجنوبية على سبيل المثال إلى قرابة 250,000 وفقاً لإحصاءات بلدية المدينة. مدينة بيت جالا قبل سنة 1967 كانت حوالي 14,500 دنم، اليوم أقل من الثلث، 4,500 دنم. الصليب اللي هي اليوم مستوطنة جيلو هي أراضي بيت جالا، راس بيت جالا بسموها هرجيلو. عدد المهاجرين من مدينة بيت جالا يعني لا يقل عن 250,000 نسمة موجودين، أمريكا اللاتينية، أمريكا الوسطى، أمريكا الشمالية، كلهم مسيحيين، وأكثر عدد موجود في جمهورية تشيلي، عندك حوالي فوق 150,000 إلى 160,000 نسمة. الهيئة الإسلامية المسيحية لنصرة القدس والمقدسات التي تتبع منظمة التحرير الفلسطينية تؤكد أنه إضافة إلى مضايقات الاحتلال هنالك ما يشجع المسيحيين على الهجرة. عملية تهجيرية منظمة تقوم بها بعض القنصليات، لا أريد أن أتحدث بالأسماء، لتفريغ الأرض من السكان المسيحيين وتصوير الصراع بأنه صراع بين اليهودية والإسلام، ولا يوجد صراع سياسي على الحقوق الفلسطينية، هذا هو الهدف الأساسي.
ووفقا للجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني فإن أعداد المسيحيين تنخفض عاما بعد آخر ليصبحوا أقلية عددية في وطن انطلقت منه المسيحية نحو العالم أجمع. اليوم إحنا بنحكي تقريبا عن 48 ألف مسيحي فلسطيني. محافظة بيت لحم هي اللي شكلت النسبة الأكبر بانخفاض عدد السكان المسيحية مقارنة بمحافظات الوطن. بالنسبة لكثير من المسيحيين الفلسطينيين، البقاء في وطنهم المقدس هو خيارهم الأول، على أمل أن تنعم المنطقة يوما ما بالأمن والسلام. ببلادنا إحنا لنا فخر كبير إنه نعيش بأرض المسيح، خاصة إنه هاي الأرض شهدت كثير من الأحداث السيئة والحزينة، ولكن قيامة المسيح هي الحدث الأهم. وإحنا كشباب فلسطينيين، وخاصة أنا بحكي عن نفسي، ولا مرة فكرت إنه الهجرة ممكن تكون حل أو عمل بطولي أو عمل شجاع. الهجرة للأسف مرات هي نوع من أنواع الخوف والانهزام اللي بشجع كثير من شبابنا الفلسطيني إنه ما يفكروا فيه، لأنه بالنهاية البلاد قد ما تكون ظروفها صعبة بضلها تقدم فرص، بضلها تقدم حياة، بيكفي إنه بتقدم لنا عيش جماعة، لأنه اللي بيروح بيتغرب وبيتهجر ما بيلاقي الجماعة اللي تحضنه مثل ما بيلاقيها ببلده فلسطين.